الشتاء فصل الخير والعطاء، وفصل تساقط حبات المطر التي تحيي الأرض والإنسان والنبات والحيوان، ويقال أنه الفصل الذي يثير شجون القلب، وها هو يطل من جديد على أهالي الشمال السوري. شتاء آخر في ظل أجواء البرد الشديد وعدم توفر الاحتياجات الأساسية من غذاء وتدفئة. في هذا العام تشهد جميع مواد التدفئة لا سيما قشور الفستق وبذور المشمش ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار بريف إدلب، مما جعل الكثيرين يستغنون عن المدافئ الخاصة بالقشور ويتوقفون عن شرائها بسبب غلائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز الفهد لقشور التدفئة في الشمال محرر. في هذا العام نعاني نحن من غلاء الأسعار، إذ تضاعفت الأسعار بشكل مضاعف. في السنة الماضية كانت قشور التدفئة أسعارها نصف السنة، وسبب الغلاء هو أنه تركيا صارت تستخدم القشور. ثانياً تضاعفت أسعار نقل قشور التدفئة في تركيا. السنة الماضية كنا نجيب السيارة كانت تجي من مركز القشور للمعبر تجي $400، السنة $1,200. عم نعاني من هالمشكلة هاي ومن غلاء الأسعار، خاصة أسعار قشور التدفئة. السنة الماضية في مثل هالأيام هاي نبيع 10-15 طن بسبب رخص الأسعار. في هذا العام يعني لا يتجاوز البيع عدة أكياس، يعني أيام ما نبيع ولا كيس، أيام نبيع 10 أكياس، كله بسبب غلاء سعر قشور التدفئة. مع هذا الغلاء وارتفاع الأسعار، ما هو البديل؟ وكيف سيقوم الأهالي بالتدفئة لا سيما أهالي المخيمات؟ شاركونا في تعليقاتكم، ما هي وسيلة التدفئة الأفضل والأوفر لهذا العام؟